أفادت مصادر مصرفية في العاصمة المعقدة عدن بتوقف نظام البنوك وبعض شركات الصرافة عن العمل بشكل مفاجئ. وذكرت المصادر أن شركة الكريم للصرافة وعددا من البنوك تفاجأت بتوقف نظامها المرتبط بالنظام في البنك المركزي اليمني في عدن دون سابق إنذار، مشيرة إلى أن هذا الأمر أثار حالة من الاضطراب في العمل المصرفي بالعاصمة عدن. تجر الإشارة إلى أن البنك المركزي اليمني في عدن بدأ قبل أسابيع تأسيس نظام جديد للحوالات المالية الداخلية بدلا عن النظام السابق الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.